الأصحاح الثالث. ذكر المؤمنين أن يخضعوا للحكام وأصحاب السلطة ويطيعوهم ويكونوا مستعدين لكل عمل صالح، فلا يشتموا أحدا ولا يكونوا مماحكين، بل لطفاء يعاملون جميع الناس بكل وداعة. فنحن أيضا كنا فيما مضى أغبياء متمردين ضالين، عبيدا للشهوات ولجميع أنواع الملذات، نعيش في الخبث والحسد، مكروهين، يبغض بعضنا بعضا. فلما ظهر حنان الله مخلصنا ومحبته للبشر خلصنا، لا لأي عمل صالح عملناه، بل لأنه شاء برحمته أن يخلصنا بغسل الميلاد الثاني لحياة جديدة بالروح القدس الذي أفاضه الله علينا وافرا بيسوع المسيح مخلصنا، حتى نتبرر بنعمة المسيح ونرث الحياة الأبدية التي نرجوها. هذا قول صادق، وأريد أن تكون حازما في هذا الأمر حتى ينصرف المؤمنون بالله إلى العمل الصالح، فهذا حسن ومفيد للناس. أما المجادلة السخيفة وذكر الأنساب والخلاف والمناقشة في الشريعة فتجنبها، لأنها لا تفيد ولا تنفع. وأما صاحب البدع فأعرض عنه بعد أن تنذره مرة أو مرتين، فأنت تعرف أن من كان مثله ضل وأخطأ وحكم على نفسه. وحينما أرسل إليك أرتماس أو تيخيكوس، أسرع واتبعني إلى نيكوبوليس، لأني أنوي أن أقضي الشتاء هناك. ساعد قدر إمكانك زيناس عالم الشريعة وأبولوس في الاستعداد للسفر حتى لا ينقصهما شيء. ويجب على جماعتنا المؤمنين أن يتعلموا حسن القيام بالعمل الصالح ليسدوا الحاجات الضرورية، فلا تكون حياتهم عقيمة. يسلم عليك جميع الذين معي. سلم على أحبائنا في الإيمان، ولتكن النعمة معكم جميعاً.